حول الموضوع ينضم لنا من القمشلي ريزان كيلو، رئيس الرئاسة المشتركة لهيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية. سيد ريزان مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا قوات النخبة حررت قرية الأسدية، أيضا قواتكم قوات سوريا الديمقراطية تتطور، والتطورات العسكرية على الأرض يعني تزيد تحركات وتصل حتى إلى مدخل الرقة الشمالية. لو تضعنا في صورة آخر تفاصيل آخر ما جرى حتى في الساعات القليلة الماضية. صحيح لكم ولكافة مشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا الاسم وتعريف، أنا رئيس المشترك لهيئة الدفاع والحماية لكل القطاعات الجديدة. أيضا طبعا الحملة العسكرية، الحملة الرابعة أو المرحلة الرابعة لحملة غلب الفرات مستمرة، وطبعا بعد تحرير مدينة الرقة وسد الفرات الكبير، قواتنا الآن أيضا تتقدم باتجاه الرقة وتحرر ثلاث قرى أخرى، وطبعا تخللها إنذار جوي بالتنسيق مع قوات الحرب الدولي. أيضا استهدفت بعض النقاط لقبائل داعش بقرب مدينة الرقة. أيضا من جهة أخرى قواتنا العسكرية الآن وهي على مقربة أقل من كيلومتر نقول من مدينة الرقة، تمام، مدينة الرقة الآن أصبحت تحت نظام صواريخ ورصاص قواتنا العسكرية، والقناص يوما بعد يوم تحال ضد أو حوالي مدينة الرقة. والآن نقول حملة تحرير المدينة نفسها سوف تبدأ خلال أيام. طيب سيد ريزان، واشنطن قالت بأنه بدأت بإرسال الأسلحة التي سبق وأن وعدت واشنطن بتسليمها لقواتكم على الأرض، يعني هل وصلت إلى حد الآن؟ أيضا ما نوع هذه الأسلحة التي ستصلكم من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني طبعا كان اختار تاريخي بالنسبة لنا، أي دعم التحالف الدولي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وحدة حماية الشعب الفتح الجوي فجأة، كان قرارا تاريخيا بالنسبة لنا وقرار كلنا على الأرض. طبعا التحالف الدولي قدم الكثير وما زال يقدم، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا بدأت تعطي الأسلحة لوحدات حماية الشعب الفتح الجوي فجأة، وهذا القرار أصبح يترجم على الأرض. الآن قوافل الأسلحة تدخل إلى مناطق شمال مدينة الرقة، وطبعا هذه العتاد هي أسلحة ثقيلة ونوعية ومتطورة سوف تسهل عملية اقتحام المدينة، وسوف تساعد القوات لمجابهة داعش. الأسلحة ليس بالمقدار الكافي لحملة كهذه، لكن الدعم ما زال مستمر، ونتوقع المزيد من الدعم لتصغير المدينة وتحرير. طيب سيد ريزان، أيضا موضوع ونقطة ربما مهمة في هذه المعركة وهي موضوع الإنساني وموضوع المدنيين، كيف يتم التعامل معهم مع النازحين خاصة؟ هل من خطة وضعت لمساعدتهم؟ يعني ما المساعدات التي تأتي عبر المنظمات هي مساعدات شبه معدومة، فوحدات حمايه الشعب اليابجه واليابجه وقوات سوريا الديمقراطيه وقوات النخبه، الكل يتقاسم الخبز والامكانات مع هذه الالاف من الفارين من بطش داعش وارهاب داعش وباتجاه المناطق المحرره تحت التي تحتل قوات سوريا الديمقراطيه. صراحه لا تفي بوعودها ولا تقوم بما يقع على عاتقها. هناك الالاف من المدنيين، حشرات الالاف من المدنيين بانتظار تقديم المعونات الغذائيه وابسط مقدمات والماء، هي الماء والخبز لهذه القوات، هذه الكم الهائل من المدنيين. الكل يعاني في المنطقه، ومناطق شمال سوريا اصبحت مناطق تعج بالالاف من النازحين، حتى النازحين القادمين من هاربين من الموصل
الى داخل مناطق شمال سوريا وحتى المناطق الرقه والمناطق التي هي الان تدار فيها المعارك يعني. نعم، اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا من القامشلي عبر الهاتف مباشره، سيد ريزان كيلو رئيس الرئاسه المشتركه لهيئه الدفاع لقوات سوريا الديمقراطيه.